أهلا بكم إلى أهم أخبار ليبيا، وهذه عناوينها: فقدان 4 أفراد أمن تابعين لمديرية أمن وادي عتبة، إغلاق محال تجارية مخالفة في سرت، واعتقال سيدة احتالت على شخص واستولت على سيارته. أعلن عميد بلدية وادي عتبة عبد الرحمن الصالحين فقدان 4 عناصر أمن تابعين للمديرية خلال نقلهم لمتهم إفريقي في سجن أوباري عقب حضوره جلسة محاكمة بوادي عتبة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية بالمنطقة في حالة استنفار للبحث عن المفقودين. أعلن فرع جهاز الحرس البلدي في سرت إغلاق 5 محال تجارية مخالفة بالشمع الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. جاء ذلك خلال حملة تفتيشية واسعة على كافة الأنشطة التجارية بالمدينة، حيث سجلت مخالفات وصدرت سلع ومواد غذائية منتهية الصلاحية. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من اتساع التصحر الذي يعيد تشكيل الطبيعة في ليبيا، حيث تستبدل المساحات الخضراء بالمباني الخرسانية. وقالت المنظمة إن أكثر من 95% من مساحة ليبيا تصنف صحراوية أو شبه صحراوية، مشددة على الحاجة إلى حماية المناطق الخضراء واستعادتها. كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا تزويد 3 مرافق صحية بشحنة أدوية ومستلزمات طبية ضرورية، وأوضحت اللجنة أن الشحنة توجهت إلى مجمع العيادات 5 ومجمع الحوريات للعيادات الذهنية زليتن والمركز المتخصص لتنظيم وعلاج مرض السكري والغدد الصماء بمصراتة، لافتة إلى الأهمية البالغة لهذه الشحنة. أعلنت مديرية أمن طرابلس القبض على سيدة بتهمة النصب والاستيلاء على سيارة أحد الأشخاص وإيداعها سجن جديد نسائي، موضحة أن المتهمة قامت بتهريب السيارة إلى خارج طرابلس تمهيدا لتهريبها إلى خارج البلاد عبر الصحراء بعد أن اتفقت مع مالك السيارة على شرائها واستلمتها دون أن تدفع القيمة. هددت نقابة المراقبين الجويين بإيقاف تقديم خدمات المراقبة الجوية والحركة الملاحية بالمطارات الليبية خلال الفترة المقبلة ما لم تلبي مطالبها. وقال رئيس النقابة فتحي البوسيفي إن عدم تلبية مطالب النقابة المتمثلة في عدم تنفيذ جدول المرتبات الموحد حتى الآن أدى إلى ازدياد استياء المراقبين الجويين. نهاية النشرة وإلى اللقاء.